اهلا بيكم، برحب بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد هنتكلم فيه عن الابراج. لقيت نفسي سهرانه ما بعملش حاجه، قلت ما اطلع استغل الوقت ده ان انا اعمل لايف. بصراحه قللت النهارده للاسف، يعني نمت الظهر يعني، وده خلاني بقى مش عارفه انام خالص دلوقتي. الساعه عندنا في مصر حاليا 3 صباحا، وقعدت اتشقلب على السرير يمين في شمال ما قدرتش، فقلت بقى ده عيب ان الواحد يتقيل بالليل. وتطلع بقى انه نتكلم النهارده. فكان اكتر برج يا جماعه بناء على طلب علي ابن خالي احد اصدقائه في جروب كده اسمه الحيتان، ما اعرفش هو جروب ايه ده، بس هو قال لي ممكن تكلمي عن برج السرطان، والجروب ده بيساعدني في السوشيال ميديا، فطبعا لازم اهتم بيهم ولازم اعمل لهم يعني اهتم بما يطلبهم المستمعون وما يطلبهم المشاهدون. هنتكلم النهارده عن برج السرطان في الحب، وهنتكلم عن ازاي نقدر نجذب برج السرطان في الحب، وايه الحاجات اللي we need to consider او لازم ناخد بالنا منها لما نيجي نتعامل مع برج السرطان الرومانسي الحساس في الحب. برج السرطان بما انه برج من مجموعه الابراج المائيه، فده بيساوي 3 حاجات. اول حاجه انه شخص رومانسي جدا، شخص حساس جدا جدا جدا، شخص عاطفي، شخص حنين. السرطان من الابراج اللي قلبها غالب على عقلها، يعني دايما هتلاقيهم بقلبهم اللي بتحكم فيهم مش عقلهم. اوكي، عاطفيين، حنينين، الحب يعني. برج السرطان ده برج حبيب يا جماعه من الاخر يعني، وبرج هو بيحب الحب وعاشق للحب وبيستمد قوته من الحب. يعني السرطان بيبقى اقوى لما بيكون عايش قصه حب، بيبقى كرياتيف اكتر، بيحب الحياه اكتر، فهو ما بيعرفش يعيش من غير حب، بياخد الحب كده في حقن يعني. طيب ازاي نجذب برج السرطان؟ طيب سواء كان رجل او امراه، النهارده الفيديو يعني لو كان ست او راجل ازاي نقدر نجذب برج السرطان. استنوا كده معلش يا جماعه، تخيلوا يا جماعه ان انا في حته ود كده، انا مش عارفه اقول عليه ايه، عمال بيتريق عليا انا وعامل لي فيديو علشان بعض الاشخاص كده، يعني ان انا عشان الطرحه بتاعتي ده عاملين لي فيديو. ماشي ماشي، انا ما بلتفتش لاداء النجاح. طيب نرجع بقى لموضوع برج السرطان تاني. برج السرطان يا جماعه عشان تجذبه في شويه نقط لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه، برج السرطان زيه زي العذراء، انتقادي جدا جدا وعينه بتشوف الاول. هو بيحب الجمال، بيحب الست الجميله او الراجل الشيك يعني، فلازم تهتموا بشكلكم. مع السرطان لازم لو انت ست تهتمي بانوثتك، تبقي انثى كده كامله الانوثه يعني، تهتمي بجسمك، تهتمي، هو مش عايزك ملكه جمال بس عايزك نظيفه، لان السرطان الابراج المدمنه نظافه، فهو عايزك مهتميه بنظافتك الشخصيه، مهتميه باناقتك، بشياكتك. السرطان الابراج بتهتم جدا بشياكتها وبشخص شيك، يعني شئنا وابينا كلنا هنتفق ان السرطان بيلبس كويس، بيهتم بنظافته، بيهتم بشياكته، منمق، شخص منمق. يعني لازم تهتمي او تهتم بشكلك وباناقتك يعني هم بيهتموا بالحته دي، او دايما تحس ان هم إليجنت يعني، هم شيك ستايلش كده، بيهتموا قوي بالحته دي وبينتقدوا. يعني هو السرطان لو على علاقه بيك او يعرفك او انت صاحبه حتى ولقاك لابس حاجه وحشه ولقاك في حاجه غلط عندك، فهيجي يقول لك ايه ده شكلك وحش، ايه ده لبسك مش لايق على بعضه، ايه ده لو كنت عملت كذا على كذا كان هيبقى شكلك احلى، ايه ده انت محتاج تعمل كذا كذا، فهيبقى very decent يعني. بس يعني هو يقولها لك بطريقه لطيفه يعني، هو صريح شويه في الحاجات دي، فهو decent وهو بينتقدك، بس هو هينتقدك يعني هينتقدك وما بيسكتش على فكره. السرطان مش الابراج اللي بتسكت. طيب يبقى رقم واحد ان انت تكوني مهتمية بشكلك، لان عينين السرطان بتعشق جدا يعني. السرطان من الابراج اللي لو انت او انت مش مهتمين بشكلك مش هبصلكوا اصلا. تاني حاجة ثقتك في نفسك. السرطان بيحب الشخصيات الواثقة في نفسها، ما بيحب الشخصيات المهزوزة، بيحب الشخصية التقيلة، بيحب الشخصية الحاجة يعني. انت لازم تكون واثق في نفسك، تكون شخصية قوية كده، شخصية. هو محب الشخصيات الضعيفة المهزوزة المذبذبة، بالعكس يحب الشخصية الشارب القوية اللي ليكي حس ان انتي بتعرف تكلمي او بتعرف تتكلم. فالسرطان بتجذبه الشخصيات دي. تالت حاجة في موضوع برج السرطان ان هو ما بيحب الشخصيات قليلة الذوق، بيحب الشخصيات عندهم ذوقيات كده. السرطان
شخص ذوق، شخص جدع. فبالتالي لو انت شخص قليل الذوق او جليوت كده هيتضايق منك قوي. هو بيحب الناس اللي عندهم ذوق، الناس الجدعه، الناس اللي عندهم اتيكيت، يعني هم بيهتموا بالحته دي. لان السرطان من الابراج اللي هو تلاقي ذوق مع الناس كلها، ما بحبش ازعل حد، ما بحبش اضايق حد، ما بحبش كده يعني. طيب رابع حاجه، بيحب الشخص اللي يقدره. السرطان شخص حساس جدا جدا وعميق، انه عميق حقا حقا، انه شخص عميق ماشي. فبيحبش ان حد يحس ان هو ان ابريشيتد، يعني محدش بيقدره، دي حاجه بتوجعه قوي. فهو بيحب ان اللي قدام، مش عارفه ايه قوي اللي طلع دي، بس مش عارفه قوي يعني، قوي 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 ما اعرفش ايه قوي دي. 9:30 بالليل بقى يا جماعه استحملوني. فهو من الاشخاص المعطاء، هو جيفر. في اشخاص كده بتحب تبقى ديماندنج، في اشخاص جيفرز. فالسرطان شخص جيفر او معطاء اوكي. فبالتالي هو يكتفي على كرامه برج السرطان، كرامته عنده خط احمر، هو حساس جدا. فممكن تكون انت مش قصد تضايقه، مش قصد تزعله، او بتحكي حاجه، فهو بقى هو اصلا خياله واسع جدا، وقعد يتخيل انت قصدك ان انت توجعه، قصدك تضايقه، قصدك تزعله، يقعد يتخيل، تخيل ممكن يقعد يعمل ينسج في خياله العديد والعديد من القصص وانت اصلا مش حاسس بالموضوع. فخلي بالك السرطان شخص حساس، فلازم تراعي النقطه دي لما تيجي تتعامل معاه. يعني هو اوفر سنسيتيف، يعني هو دراماتيك، بس في بصراحه ابراج دراماتيك اكتر منه، زي الحوت مثلا. الحوت يسحق السرطان في الدراما، بس السرطان دراماتيك ومودي. بقى السرطان مودي، لازم تستحمل موده. موده ده يعني موده بيطلع يطلع 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 هوبا، يقوم نازل مره واحده عادي جدا. انت لازم تتعود على الكلام ده. يعني ممكن يبقى قاعد معاك ومبسوط وفرحان ولذيذ والدنيا سعيده، وفجاه تلاقيه قفش. قفش ليه بقى؟ افتكر حاجه قديمه مثلا حصلت. هو بيقفش بسرعه كده يعني، او هو قفوش. وكمان مودي، مودي يا جماعه يعني مزاجي، مزاج موده في سوينج كده. اي ابراج مائيه تحس ان عندهم مود سوينج، عشان هم يعني مائيين، فعاملين زي الموجه كده تك 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 كده. والله العظيم انا لازم اركز في الهزار. اصلا انا في شخصيات دلوقتي يا جماعه على السوشيال ميديا حطاني في دماغهم، فبقوا بياخدوا الحاجات اللي انا بهزر فيها ويحطوا يقولوا الناس اللي عندهم فولوورز على الفاضي التافهين. هو ما بيجيبش الموضوع. الشخصيات اللي بتعمل كده، اللي بيعملوا اديتس على الفيديوز بتاعتي، مش بياخدوا الفيديو كامل، بياخدوا الفيديوهات اللي انا بهزر فيها وبقى موضوع انا داخله اهزر فيه مثلا، يقوموا واخدين الهزار ويحطوه لك. شايفين شايفين الانفلونسر بيقولوا ايه؟ ده انا شفت بلاوي. ماشي ما علينا. طيب برج السرطان برج غيور جدا، وعنده حب امتلاء. فبالتالي لو انت عايز تجذبه ما تستسرش غيرته، لانه هو غيور جدا وبتعصب. من الابراج اللي غيرتها ممكن يقل ادبه، او ممكن يتعصب، ممكن يعني هيبقى عصبي في غيرته. وعنده حب تملك، انت بتاعي، محدش يلمسك، محدش يجي ناحيتك، محدش يفكر كده يتكلم معاك اصلا، انت يور ماين. سرطان ده يعني يور ماين، اكستريملي ماين. يعني لو حد فكر يجي ناحيتك انا ممكن كده يعني. انت وهو مش انت بس، انت وهو. فالسرطان ما تستثيريش غيرته، ايه مش عارفه، ما تستثيروش غيرته. طيب ايه كمان مع برج السرطان؟ عيلته، عيلته خط احمر. سرطان شخص عائلي، بيتوتي، بيحب العيله. فبالتالي هو ما بيحبش حد تفكر كده تجيب سيره حد من عيلته، لا، هو فاميلي هيز فاميلي. حتى لو انت حبيبته او حبيبه، هو عيلته خط احمر. عيلته خط احمر يعني ما تفكرش تغلط في حد من عيلته، او تتكلم عنهم بطريقه مش كويسه، او اسلوب مش كويس، انه هيبيعك. هو اهم حاجه عنده عيلته، رقم واحد في حياته. طيب إيه، ما تتريقش عليه او ما تقللش من قدره. زي ما قلت لكم ما تجيش ناحيه كرامته، بس هو ما بيحبش حد يتريق عليه او يحرجه قدام حد، يقلل من شانه، يقلل من قيمته. دي حاجه فظيعه جدا. السرطان مش من الابراج اللي بتحب القياده، مع انه شخصيته قويه يعني، بس هو مش من محبي الظهور قوي يعني، مش زي الاسد مثلا. يعني الاسد لازق فيه، بس الاسد ام هير ام ذا كينج. لا، السرطان عارف هو بيعمل ايه، وعارف هو بيقول ايه، وعنده ذكاء اجتماعي قوي جدا. سرطان من الابراج اللي عندهم ذكاء اجتماعي رهيب، بس ما يحبش الظهور قوي، تحس ان هو بيعمل في صمت، زي زرع عذراء على فكره. يعني السرطان شخص خجول باي ذا واي.
ومش بيعبر عن مشاعره بسهولة. يعني السرطان ده ممكن يكون بيحبك وبيغير عليك يعني مش سهل يعبر عن مشاعره، وهو خجول على فكرة، بس حنين جدا جدا، حنين جدا 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 جدا. ممكن نقول ان حد بكرة الصبح حنين يعني. يعني انا بابا ولادي سرطان، لا هو he is like اب حنين جدا 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 كمان. يعني سرطان اب حنين، وهو بيبقى عارف قيمة نفسه، هو واثق في نفسه على فكرة. السرطان عنده ثقة في نفسه، مع ذلك هو مش من الابراج اللي يحب تفشخر ويحب المنظرة، هو لا هو شخص ما بيعمل في صمت. طيب السرطان كمان من الابراج اللي ما بيحبوش الظلم، ما بيحبوش حد يتظلم قدامهم، جدعين يعني. لو لقى حد في مشكلة في الشارع او حاجة زي كده يقف جنبه ويساعده، ما بيحبش حد يشوف حد بيتظلم قدامه. وشخص خدوم، من الاشخاص الخدومة على فكرة، وطيب، هو من الاشخاص الطيبين جدا، بس حذاري ان انت تشوفه عصبي. طيب ازاي تجذب برج السرطان؟ ان انت تهتم بيه. السرطان عاشق بالاهتمام. لو انت بتحب السرطان مش بتهتم بيه، اعرف ان انت كده خلاص هتفشل في ان هتفشل في الوصول اليه. هو بيعشق الاهتمام، هو هيعرف يهتم بيك كويس قوي. هو لما بيحب بيهتم، وبالتالي بيكون منتظر من الشخص اللي قدامه ان هو كمان يهتم بيه، ان هو كمان يديله نفس الاهتمام. السرطان ما بيحب، يعني هو في ابراج مثلا تحب ان انت تتقل عليهم، لا السرطان ما يحبش تقول، بس ما تكونش سهل يعني، ما يحبش تقول بس تكونش سهل. بس في نفس الوقت هو بيحب الاهتمام، يعني هو الابراج اللي بيحب ان الشخص او البارتنر بتاعه يهتم بيه، يهتم بتفاصيله. طيب السرطان الابراج اللي ما بيحبوش الخبث، حذاري تكذب على برج السرطان. وعايز تكذبه، عنده يا جماعة جهاز كشف الكذب، اقسم بالله العظيم، وعنده حاسة سادسة قوية قوية جدا، يعني بيحس بحاجة كده قبل ما تحصل. السرطان من الابراج اللي روحانياتها عالية جدا على فكرة، او الابراج المائية على عامة روحانياتهم عالية، فدايما بيحس بالحاجة قبل ما تحصل، فتلاقيه دايما عنده جهاز استشعار كده لأي خطر، جهاز استشعار للمشاكل، او يعني بيبقى حاسس بالحاجة قبل ما تحصل. فثق في احساس السرطان، وبيعرف يعمل لو اوف اتراكشن، يعني السرطان يعرف يجذب اي حد هو عايزه، يعرف يعمل تخاطر. عشان كده حاجة مهمة ان انت تتواصل مع السرطان روحيا. عايز تجذبه، ابعت له مسج، اعمله تخاطر روحي، ابعت له مسجات روحية، لان هو هتوصله المسجات، هو روحانياته قوية، عنده سبيريت عالية قوي قوي. طيب برج السرطان كمان لو عايز تجذبه، قلت لكم اياك تكذب عليه واياك تخدعه، وما تلفش وتدور. السرطان صريح على فكرة، والسرطان مش من ابراج الكدابة. تعرفوا ان في ابراج كدابة؟ لا. وسبيشال فوقكم من ست السرطان، راجل السرطان مش بيكذب، هو قوي على فكرة وصريح وما بيخافش، شجاع على فكرة كمان، هو مش راجل جبان ابدا. السرطان راجل، هو بيحبش المشاكل بس هو راجل شجاع، ما بيروحش للمشاكل، بس لو جات له هيكون لها بالمرصاد. يعني متحدث لبق جدا، فبيحب الناس بتعرف تتكلم، تعرف تستخدم كلماتها، بيعرف يتكلم. السرطان متحدث لبق على فكرة، مش من الناس اللي بتقع خالص يعني. كمان السرطان دمهم خفيف، يعني دمهم خفيف، يحب الناس دمهم خفيف على فكرة، يعني هو يحبش الناس دمها تقيل، ويحبش الناس المتكبرة إطلاقا. السرطان بيكره الناس المتكبرة، وبيكره الناس المغرورة، يعني هو مش مغرور. السرطان مش من الأبراج اللي ممكن نقول عليها أصلا مغرورة. طيب مين الأبراج اللي بتتوافق مع برج السرطان؟ بتتوافق معاه جدا جدا، بتتوافق معاه قوي كمان. العقرب بيتفق معاه سرطان، بيتفق معاه حوت، بيتفق معاه عذراء، بيتفق معاه ثور وجدي، دول احسن كومباتيبلتي مع الابراج. ما بيعرفش يتعامل خالص مع الدلو، ما بيعرفش يتعامل خالص، مع انه ممكن يحب الدلو بس ما يتفقش معاه. يحب الحمل، ما يتفقش معاه. ينجذب للاسد بس ما يتفقش معاه. ما بيتفقش برضو مع، يعني هو مش بيتفق مع الابراج الهوائيه ولا مع الابراج الناريه. اوكي طيب لا، في حد بيقول انت قوس؟ لا 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 والله كده ازعل، لا لا بجد والله ازعل. انا سرطان، انا سرطان ايه؟ انا عذراء. في ناس تقريبا اول مره تبعوني يا جماعه، اول مره تبعوني. في حد بيقول الجاكيت ده، والله يا جماعه جبته ده، الجاكيت ده
من باريس مش من مصر يعني. طيب انا مغرورة شكرا مش هرد، اسكتي يا لساني. اصل في حد كاتب لي انت مغرورة قوي كده ليه؟ والله ده انا خالص انا مش مغرورة يا جماعة، وحياة ربنا ليه بتقول عليا كده؟ طيب عشان تتعامل، عشان تجذب برج السرطان، دي الحاجات اللي هتجذبه بيها. في ابراج على فكره عشان تجذبه لازم تشوف نفسك عليهم، زي الاسد. الاسد ما يحبش الست المتواضعه، او ما يحبش تحب الراجل المغرور يعني، او الست المغروره. لا، السرطان عايزك هادي كده، هو هادي وبيحب الناس الهاديه اللي زيه. اه والله بجد السرطان على فكره كمان بيتوتي قوي يعني، هو بيحب البيت، بيحب اكلات البيتي، ما بيحبش او بيحب الاكل على فكره، بس بيحب كواليتي اوف فود، وبيحب البرزنتيشن، مدمن نظافه يا جماعه. السرطان من الابراج اللي انا ساره صاحبتي برج السرطان، ساره مدمنه نظافه. لا اعرف ناس كتير قوي سرطان مدمنين نظافه، مدمنين نظافه جدا يعني، بس هم دراماتيك وحساسين وقمصين بصراحه. بقى لازم الواحد يجيب كل حاجه بقى من الاخر ونقول الصراحه. اه والله في حد فكرتني، ربنا يخليكي. كيف اعرف في فيديوهات كتير جدا عملتها ازاي تعرف شخص يفكر فيك. شكرا، بحبكم جدا جدا. اعملوا شير بقى لاي حد معجب ببرج السرطان، عايز يجذب برج السرطان، عايز يرتبط ببرج السرطان. ثانك يو بيج هارت، اشوفكم فيديو تاني. واستنوا فيديو، هنعمل فيديو عن كل برج نقول ازاي تقدر تجذبه في الحب والارتباط. فقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. انا صريحه شكرا والله، ربنا يكرمك يا ابني. وانا فعلا صريحه والله، ما برج القوس ايه يا جماعه. كل شويه حد يقول لي، حد بيقول لي انت ليه مش بتحكي بين سنانك. I have a surgery، انا عامله عمليه كبيره في سناني، فانا مش بعرف اضحك يعني. لحد ما خلصت العمليه هتلاقوني ابتسمت، بس I had an issue في سناني، ما بعرفش اضحك يعني. ادعوا لي بقى ربنا يشفيني، ولا دكتور اسنان يتبناني كده، ياخدني لوكشه واحده كده يعني، ربنا يكرمني. شكرا، باي باي، مع السلامه. وقولوا لي فعلا، هل انتوا لو انتوا برج السرطان قولوا لي فعلا الكلام ده تشوفوه مظبوط ولا لا. ولو انتوا سرطان قولوا لي اكتر حاجه لازم بتجذبكم في الطرف الاخر، جاوبوا على السؤال ده تحت. ولو انتوا مرتبطين برج السرطان قولوا لي رايكم في الكلام ده مظبوط ولا لا. شكرا، باي باي.